إلى هذه العواجل. نقلا عن رويترز، الدفاعات الجوية السورية تعترض صواريخ يشتبه أنها إسرائيلية في طرطوس. أيضا المرصد السوري للحدث يقول بأن هناك غارات جوية فوق طرطوس مستمرة لحد اللحظة، فيما الدفاعات الجوية السورية تحاول اعتراضها. على كل مشاهدينا سنحاول معرفة تفاصيل أكثر. مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ينضم إلينا. رامي مساء الخير. نريد أن نعرف نريد أن نعرف ما الذي يجري بالتحديد، وأين تتمركز هذه الغارات الجوية الإسرائيلية على طرطوس؟ لا، هو ما يجري الآن هو إشغال الدفاعات الجوية منذ أكثر من ساعة وعشرين دقيقة وما يزيد، يعني أهداف تسقطها الدفاعات الجوية في عرض البحر فوق المياه الإقليمية السورية. حتى اللحظة نتحدث عن 9 أهداف جرى إسقاطها، لا يعلم إذا ما كانت مسيرات أو صواريخ، إذا ما كانت إسرائيل هي التي تقف وراء هذه الهجمات وأرسال هذه يعني المسيرات أو الصواريخ من أجل الدفاعات الجوية، لماذا لم تستهدف يعني البر في سوريا؟ هل هي مجرد إشغال الدفاعات الجوية من أجل اختبارات الدفاعات الجوية تمهيدا لعملية ما؟ لا يعلم، ولكن كل ما يجري في طرطوس منذ أكثر من ساعة وعشرين دقيقة هي عملية إشغال الدفاعات الجوية التي تنطلق بكثافة وأسقطت حتى اللحظة 9 أهداف في عرض البحر فوق المياه الإقليمية السورية جرى إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية. من هي هذه الأهداف؟ هل هي أهداف إسرائيلية؟ هل هي مسيرات إسرائيلية؟ هل هي صواريخ إسرائيلية؟ حتى اللحظة حقيقة الأمر لا يعلم. يعني قد تكون هناك عملية إشغال للدفاعات الجوية، عملية استنزاف للدفاعات الجوية، ولكن منذ ساعة وعشرين دقيقة لا تزال العملية مستمرة فوق المياه الإقليمية السورية في عرض البحر بحر طرطوس. طيب، كان هناك أيضا رامي يعني منذ أسبوعين الضربة التي جرت في مصياف، أيضا كانت هناك غارات على طرطوس، وبالتالي هل تعتقد بأن هذه الضربات كما قلت هي للإشغال ربما لضرب أهداف أخرى مناطق أخرى في سوريا؟ حتى اللحظة قد يكون، لأن عملية الإشغال هذه المرة الأولى التي يجري من يريد إشغال الدفاعات الجوية يقوم بهذه العملية. يعني من غير الطبيعي أن تكون هذه الأهداف تأتي تباعا فوق المياه الإقليمية السورية، يجري استخدام يعني استنزاف الدفاعات الجوية بكثافة من أجل إسقاط هذه الأهداف، بعد ذلك لن نشاهد أي صاروخ لا إسرائيلي ولا غير إسرائيلي يستهدف البر السوري أو حتى يستهدف يعني قوارب قد تكون داخل يعني في البحر في تلك المنطقة. كل ما يجري بأن أهداف تأتي في المياه الإقليمية السورية تشغل الدفاعات الجوية بشكل مكثف تستنزفها، تسقط هذه الأهداف في المياه الإقليمية السورية. حتى اللحظة هذه هي الصورة، لا نعلم إذا ما كانت تمهيدا لعملية ما إسرائيلية على الأراضي السورية. على كل سنحاول تجميع معلومات أكثر حول ما يجري الآن في سوريا وتحديدا في طرطوس. إذن المضادات الأرضية السورية تتصدى لغارات فوق طرطوس بحسب ما أفاد به مدير المرصد السوري للحدث. أيضا نذكر مشاهدينا بأن هذه الغارات هي متواصلة منذ أكثر من ساعة وعشرين دقيقة على طرطوس ومستمرة إذن لحد اللحظة. لا يعلم لحد الآن ما الذي تستهدفه هذه الغارات، وإن كانت فعليا هي غارات إسرائيلية. وإذن الدفاعات الجوية السورية والأرضية تحاول التصدي لهذه الضربات. سيد رامي دائما معنا، إذن سيد رامي ما الذي ترجحه برأيك من خلال يعني أكثر من ساعة وعشرين دقيقة هذه الغارات متواصلة، إلى ماذا توحي أو إلى ماذا تؤشر؟ طيب، يبدو أن سيد رامي لم يعد معنا الآن. على كل مشاهدينا نذكر وإياكم بهذه العواجل، إذن غارات جوية فوق طرطوس السورية مستمرة لحد اللحظة منذ أكثر من ساعة وعشرين دقيقة.